السلام عليكم، معكم يوسف أعبو، 26 سنة، بكالوريوس آداب، وكيعجبني كل ما هو ثقافي وكل ما هو جديد. البداية ديالي كانت في أواخر 2017، وفي تلك الفترة كانت عندي بزاف ديال المعلومات، ولكن ما عندي مع من شاركها. الأصدقاء ديالي كانت الاهتمامات ديالهم مختلفة، وأنا كان في راسي بزاف ديال الأفكار وخصني فين غادي نشاركها. طبعا الفيسبوك ماشي هو الخيار الأمثل، اليوتيوب هو الماستر ديال الفيديو، فتما بديت كنشوف بزاف ديال الناس في اليوتيوب كيفاش كيخدموا لي فيديو ديالهم، وتما قررت باللي غادي نبدا، ولكن ما كانوش عندي لي ماتيريال باش غادي نبدا، فبديت بمواد اوليه عاديه جدا ورخيصه، وهكذا كانت البدايه ديالي. بزاف ديال الناس فاش كيبداو كيتحبطوا واحد الفتره قصيره، علاش؟ نسبة كبيرة من الناس كيكون الهدف ديالهم الأول هو المكسب المادي. إذا كنت داخل عالم يوتيوب على المكسب المادي السريع، فكن مأكد أنك ما غادي تكملش وغادي تحبط وغادي توقف. وطبعا بزاف ديال الناس عاود ما كيعرفوش المنصة ديال اليوتيوب كيفاش كتخدم، وما كيلقاوش شكون غيعاونهم، ما كتكونش عندهم خلفية معلوماتية. أنا في الدومين ديال الانترنت من هذه تقريبا من 2008 ولا من 2009، ولكن بديت في اليوتيوب تن 2017، يعني كانت عندي واحد شويه ديال الخلفيه سواء بفوتوشوب او لا ببروغرام ديال المونتاج اللي هو ادوبي بريمير. يعني المهم كانت عندي واحد شويه ديال الخلفيه اللي غنقدر نبدا بها البيزك. وطبعا في الاول ملي بديت، انا بديت بالفكره ديال انه النجاح كيجي من بعد، مستحيل انه يجي من دابا شهر. فانا كانت الفكره ديالي اني خصني نجيب 120 الف مشترك في غضون عام، ما قلتش في غضون شهرين ثلاث شهور، ولكن في غضون عام تقريبا كنت وصلت للمليون مشترك، وهذا هو الفرق. لا طبعا ماشي اليوتيوب هو الدخل الوحيد ديالي، وما خصش الواحد يخلي البيض في سلة واحدة. انا عندي شي اعمال اخرى كنقوم بها، بالخصوص مع الاب ديالي. اسم مساحة جاء السؤال هذا تكرر بزاف 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 في لي كومنتس، وقلت بزاف بزاف ديال الحلقات ديال اسالني، وكان السبب الاولاني فيها هو الاخت الصغيره ديالي. وكما بزاف ديال الناس ما في بالهم بان الاسم ديال لاشين راه صعيب بزاف، ماشي ساهل ماشي ساهل. راه كنا انا والاخ ديالي جالسين كنفكروا في الاسم. طبعا الاخت الصغيره ديالي هي اللي دخلت لعندي وسولتها، قلت لها خصنا شي اسم للشين، وقالت مساحه. بقيت كنفكر فيها، وهذا الاسم هو اللي اعتمدنا. أسوأ تعليق هو واحد الشخص باقي عقلته على الاسم ديالو اللي اسمه ياسر، كان في 2018 كنظن. ديك التعليق قال فيه بالحرف ما عمرك غادي تحقق الطفره المليونيه، قال باللغه العربيه. ورجعت من مورا واحد الفتره ديك التعليق عملت له بين، يعني بين انه كيبقى في الراس كيبان، ما كيزولش ديك التعليق كيبان. من مورا ما دازت تقريبا سنه ولا سنه ونص، كنت وصلت لمليون ونص ولا جوج المليون اعتقد، رجعت عندك الشخص وخليت له كنظن مجرد ايموجي كرد، يعني هانا وصلت للطفرة المليونية وفوتها. التعليق هو اللي كان بقالي في البال ديالي، ومن هاد التعليق هما اللي كيحطموا الناس. اللغة العربية هي اللي كتستهدف بها جمهور كبير كبير بزاف، ما كتبقاش محدود في جغرافيا في المغرب، وايضا كتقدر توصل بزاف ديال الناس اللي هما في اوروبا وفي امريكا وفي يعني جميع قارات العالم. وحتى من الناحيه الماديه كيكون المدخول ديالك اكبر من انك تستهدف المغاربه بوحديتهم ولا المغرب والجزائر. يعني في العامه كيكون اللي كيهضر بالدارجه كيستهدف المغرب وحتى الجزائر، وكتوصل من بزاف ديال الناس، ويعني كتكون قريب للناس بزاف. اللغه العربيه هي اللغه مشتركه لجميع الدول العربيه. في الفتره ديال الكورونا انا حاولت نكون نشيط في السوشيال ميديا، من ناحيه ديال انني كنقدم نصيحه للناس كيفاش يحاولوا يعني يحافظوا على الصحه ديالهم. نشرت كنظن شي 3 ولا 4 ديال الفيديوهات المتعلقه بكورونا، كنظن الاغلبيه ديالها وصل المليون وفما فوق ديال لي فيو. من ناحيه ديال المساعده يعني حاولت نساعد بزاف ديال اليوتيوبرز اللي يلاه بادين، حاولت نبارطاجي معاهم، حاولت نعاونهم. وبالنسبه يعني المساعدات الانسانيه وداك الشيء كنحاول نخليها انها تكون بريفي، ما تكونش معروفه. يا انا في الفتره ديال كورونا اغلب الفيديوهات اللي كانت يعني كيتزادوا فيها لي فيهم اللي كانوا متعلقين بكورونا،
ولكن رغم ذلك يعني الشين كانوا فيها لي فيو طالعين ودائما كيكونوا طالعين رغم انني كنتوقف ورغم انني حاليا دابا كنصور الانترفيو راه تقريبا شهر ما صورت شي فيديو ولكن رغم ذلك لي فيو ديال لي شين طالعين. علاش؟ انا كنحاول نرجع لي فيديوز القدامين ديالي ديال 2017 2018 2019 كنحاول نخدم عليهم من جديد باش كيطلعوا للناس في الريكومنديشن. مثلا كنغير لهم الثومبنيل يعني الصوره المصغره وكنغير لهم العنوان ولكن طبعا ما كيكونش فيها الكليك بيت وبهالطريقه الفيديو كيعاود ينتشر. في بعض الاحيان كيكون السبب عادي جدا، فطبعا كنبقى شاب وعندي بزاف ديال الامور في الحياه ديالي، وفي بعض الاحيان كتكون كنحاول نفتش على شي موضوع يكون جذاب وكنكون كنفتش على المعلومات بزاف، يعني كنحاول نفتش على المصادر بزاف اللي غادي نجيب منهم المعلومات ديال لي فيديوز. ملي كنكون كنفتش على شي موضوع كنتعطل حوالي 3 ديال الاسابيع، وطبعا من الاسباب انني كنتاخر ما خصنيش نكون في حال ديك لي شين اللي كيبداو يبارطاجيو كل نهار. ملي كتكون كتبارطاجي كل نهار فانت كتقتل الشين ديالك بيدك وايضا الناس كيملوا منك. فاحسن طريقه هي انك تنزل فيديو كل 3 ايام كل 4 ايام، هذه بالنسبه لي انا. اما انت كشي واحد يلاه بديتي خصك تعتمد الطريقه اللي اعتمدتها انا وهي فيديو كل نهار لمده شهرين. انا في قناه مساحه كنقدم فقره خاصه بالكتب والروايات، وكيجيني واحد السؤال بزاف ديال الناس وهو انا يلاه بديت نقرا شنو خاصني ندير. هنا النصيحه اللي خصني نقدم هي حاول ما تمشيش للقنوات اللي كيعملوا لي ريفيوز ديال الكتب والروايات ولكن كيبداو يبينوا لك العيوب ديال الكتاب. مثلا كيقول لك وان الكاتب كيهضر بطريقه ركيكه ولا وان وفيه لدك الحشو وكذا، فكيخليك تكره الكتاب وانت اصلا يلاه بادي. ديك الكتاب مثلا يكون هو عاجبك ولكن مجرد ان داك الريفيو قبح لك داك الكتاب ما غادي تقراش. في البدايه ديالك حاول تقرا شنو ما كان غير قرا، حاول تقرا الكتب واخا ما يعجبكش كمل عليه. مع الوقت ديك الساعه غادي تبدا تعرف تنقي الكتاب اللي مزيان من اللي ماشي مزيان. الشخصية ديالي في بخصوص في اليوتيوب هي شخصية مختلفة تماما على الشخصية ديالي اللي في الواقع. فأنا في الواقع كنكون عفوي جدا ضحوك كنشط عادي كنهضر مع الناس عادي. في الفيديوز لا كنكون شوية سيريو بالخصوص ملي كيكونوا لي مواضيع سيريو. وطبعا هذا الشيء غادي يلاحظوه أفراد العائلة ديالي والأصدقاء ديالي وحتى الناس اللي تلاقيت معهم في الشارع تصورت معهم. وهذه انا كيوسف اعبو في هذه اللحظه هذه ما عارفش واش ممكن شي نهار ندير جيف اوي. الى حد الان الفكره ما كايناش في الراس ديالي، يعني حتى كتكون شي حاجه بعدا يعني على الطابله يعني نقدر نفكر فيها ديك الساعه نقدر نجاوب على هذا السؤال. اما حاليا ما عنديش شي فكره انني ندير شي جيف اوي. كندير مثلا هدايا في الحلقه ديالي ولكن الجيف اوي لحد الان باقي ما عملتهمش وما كنفكرش نديرهم لحد الان باقي ما كنفكرش. بالخصوص في الانستغرام، ولكن انا غادي نعطيك كيفاش. الحياه الشخصيه الواحد ما خصوش يتعمق فيها وما خصوش ينشرها مع الناس. مثلا دابا بالخصوص يلا تزوجتي غادي تبدا تنشر لي فيديوز ديالك مع الزوجه ديالك، غايجيو الناس غيبداو ينتقدوا مثلا المظهر ديال الزوجه ديالك، يبداو ينتقدوها يسبوا فيها. انت ما غادي يجي ما غيعجبكش الحال، طبعا ما يعجبكش الحال غادي تتعصب. كاين مثلا المشاهير الكبارين دابا ما يقدروش يتخلوا على هذا الامر، يعني طاحوا في الحفره كما كنقولوا. الفيديوهات ديالهم منتشره، الصور ديالهم منتشره، الستوريز ديالهم منتشره، ما بقاش عندهم ديك الحياه ديال ديك البريفي. يعني انا كنحاول ان الحياه ديالي تكون شويه غامضه، ما كيعرفش عليا الواحد كل شيء. اللهم الا خصني انا شي حاجه تعرفها عليا انتينا، نقدر مثلا ننزل فوتو تصويره اوكي، ولكن لي ستوريز ما كنظنش باش كنكون شويه مرتاح في الحياه ديالي. الربح من اليوتيوب ممكن يحقق لك الرفاهيه الا كنتي شخص ذكي، يعني ما خصكش تعتمد عليه، وخاصك دائما الفكره اللي تكون في البال ديالك انها تكون فكره ديال المستثمر، ان يكون اليوتيوب هو مصدر ديال واحد الراس المال اللي غادي تجيب منه واحد الدخل وغادي تستثمره في بلاصه اخرى. فما انت ما تبقاش عايش في اليوتيوب الحياه ديالك كامله. هذا هو الجواب البسيط والمختصر.
انا غادي نكون مع هذا القانون بشرط واحد، ان هذا القانون يكون مركز، يعني مركز ويكون فيه، يعني القانون يكون واضح باش ما يكونش فليكس ويكون مطاطي وممكن انه يكمم افواه الناس، بحال هذا القانون ديال كنظن 2020 على ما اعتقد ديال وسائل التواصل الاجتماعي. فهذيك القانون راه هذاك خطير جدا، هذاك ممكن انه تهضر مثلا على هاد الماركه ديال المياه الغازيه، ولا تهضر على شي ماركه ممكن انها ما عجبتكش، وهذيك الشركه ممكن انها تدعك. مجرد يعني قانون ماشي واضح. الا كان القانون واضح فانا مع هذا القانون. نصيحه ديال الشباب هي غادي نعطيهم فكره واحده، هي ان دابا انت في واحد الفتره زمنيه اللي هي عمر الزهر، يعني غادي توصل لواحد المرحله غادي تندم على بزاف ديال الحوايج اللي ما دوزتيهمش في الشباب ديالك وما استغليتيش ديك الشباب ديالك انك ديرهم فيه. مثلا انك تقرا، دير رياضه، انك تبتعد يعني بجميع الطرق الممكنه على اساليب الانحراف اللي هي المخدرات، وتحاول تستغل هذه الفتره هذه في انك تعمل شي حاجه ناجحه في الحياه ديالك. مستحيل انك غادي تبقى ما بين 20 و30، راه غادي تدخل في 35 وغادي تدخل في 40، كما كيقول واحد المؤسس ديال واحد الشركه اللي هي 21 فوريفر، قال لك العمر ديال 21 هو الحلم، العمر اللي كيحلموا الناس الكبار انهم يرجعوا له، واللي كيحلم الناس الصغارين انهم يوصلوا له. يعني خصهم يبقاو في ديك العمر ديال 21، يعني هذا مجرد عمر، ولكن الفتره ديال ما بين 20 و30 و35 هي الفتره ديال يعني ديال الشباب ديالك. حاول تستغلها في شي حاجه مزيانه اللي غادي تفيد الحياه ديالك كامله. وشكرا بزاف نهبه بريس، وشكرا الصديقه نجلاء اللي عرضت عليا هذا الانترفيو، وشكرا بزاف. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وتبارطاجيو لا فيديو مع صحابكم ومواقع التواصل الاجتماعي. ما تنساوش ديروا جيم وتضغطوا على الجرس باش يوصلكم جديد ديالنا.